مكفيين بفقرات صباحنا غير لليوم؟ أكيد سالي، وصلنا على محطتنا الأخيرة ومساحتنا الموسيقية، حيث تستمر فعاليات مهرجان قوس قزح سوريا الثالث، والذي قدمت فيه عدد من الفرق من مختلف المجالات الموسيقية. واليوم ضيوفنا بصباحنا غير أزا سفريان، مدربة الفرقة الأرمنية، والفنان عبد الوهاب الفراتي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي. أهلا، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بهيدي الفقره بمساحتنا على الموسيقيه. اكيد رح نحكي اول شيء مع ازاد عن مشاركه الفرقه الارمنيه بمهرجان قوس قزح. اول شيء اهلا وسهلا فيكم. مشاركتنا كفرقه الارمنيه هي ثالث مشاركه لنا بمهرجان قوس قزح، يعني ونحن كثير فخورين بهالمشاركه. طبعا كفرقة أرمنية حبينا نقدم اللون الأرمني، الثقافة الأرمنية، يعني مشان كل العالم يعني هيك تعرفها. يعني أكيد يعني يمكن قوس قزح وبوابة واسعة لكل الألوان الموسيقية السورية المتميزة. أستاذ عبد الوهاب الفراتي، خلينا اليوم نحكي أكثر عن اللون اللي حضرتك تميزت فيه وشاركت فيه بالمهرجان. أنا شاركت باللون الفرات، اسمه قوس قزح التآلف الوطني. اكيد لجميع المحافظات، كل محافظه لها تراث، فتراث الفرات غني. وانا غني كل صار لي 3 سنين، كل سنه بقدم اغنيتين او 3 اغاني على المسرح. شو بتحب تسمعنا اليوم؟ يا الله يلا راح اسمع كل اللي غنيته بالمركز الثقافي دمر. علما يا علما يا عالعين يا ملايا، يا بني يا بالله سقيني عطشان سقيني مايا. يا ويل ويلي طولها رمحال رديني طولها، يا ويل ويلي طولها رمح الرديني طولها، واللي حويلي طولها لا ذوق المنا. يا علما يا علما يا عالعين يا ملا، يا بني يا بالله سقيني عطشان سقيني ماي. طبعا انا شاركت 3 اغاني والوقتنا قصير، فما بقدر ادي كل اغنيه، بس حبيت انوه انه هاي المايا كانت من التراث أكيد. يلي اخترتهم انت وغنيتها. نعم. كانت وشو الغنيتين الثانيين؟ ميلي علي يا ميلي، ويا يوم معطيني الدربيل. حلوه كمان. حلو كثير، دائما بنفتخر بالتراث نحن. الله يبارك فيك. رح ننتقل لك ازاد، خلينا نحكي عن الجديد يلي قدمته بالعرض. هلا الجديد اللي قدمناه، طبعا هلا نحن معروفين انه كارمن مثلا نقدم رقصات ارمنيه، الفلكلور الارمني، التراث الارمني، بس هالسنه ما بعرف حبيت هيك غير، يعني مثلا فوتنا رقصه مولدوفيه، رقصه جيبسي، رقصه عربيه رقصنا، يعني هيك صار في تنوع، صار في حبيت هيك تنوع يعني. أيه. أكيد. أزاد، يعني هذا المهرجان قد ايه بيشكل لكم، يمكن أو المشاركة فيه بتشكل أهمية كبيرة، وخصوصا مثل ما قلنا لأنه كل فرقة بتقدر تعرض ثقافتها، بتقدر تعرض جزء من الفلكلور السوري. هلا المهرجان الأهم اللي أعطانا أهمية إنه نورجينا للعالم اللون الأرمني، لكيف مثلا في لون فراتي، لون شركس، سرياني، ف حبينا نورجي العالم اللون الارمني، يعني خليها يعني يعرفوا، يعني يتعرفوا الثقافه الارمنيه، يعني خليه ياخذوا فكره، يتعرفوا على الثقافه الارمنيه، كونه نحن بجوز اقلاء يعني، بس انه لا، لازم العالم تعرف الارمن، الثقافه الارمنيه، يعني نحن بالاخير اكيد انتم مننا وفينا، يعني مننا وفينا يعني. اكيد طبعا، اكيد لا شك. اكيد مثل ما تحدثت ازاد عن التراث الارمني، خلينا نحكي شوي عن تراث الفرات. قديش هيك احيائه هو واجب، قديش يعني اعاده هاي الاغاني الحلوه والتراث بتشكل عند العالم هيك شيء من الذكرى الحلوه، شو اهميته؟ اهميته هي المتابعه. تمام. المتابعه، اذا بقينا على هالموضوع كل سنه او مرتين بالسنه مشان العالم ما تنسى هذا التراث، يبقى في نفوس العالم، يعني يبقى
بداخل العالم بقلوب العالم. أكيد. يعني أستاذ عبد الوهاب، يمكن الفن بالفرات متميز جدا، بنعرف أيضا اللون المردلي، خلينا يمكن نحكي كمان عن هي الألوان وسماتها اللون المردلي ليس من الفرات، اللون المردلي من القامشلي، من الجزيرة والجزيرة بس يعني بشكل عام هي المنطقة بتتميز بغناها لهي الألوان الموسيقية. نحن لوننا غير اللون ذاك. ايه تمام، بس شو اللي بيتميز عنه؟ تماما، شو بيتميز اللون المردلي عن اللون الفراتي؟ هو اثنيناتها فيها حزن، اثنين لون معناتها متوافقين مثل ما قالت كلمة. بس كلحن وكغناء وككلام هن بلهجة ونحن بلهجة. ايوه تمام. طب فينا نسمع شيء من حضرتك؟ ايه تكرمي. صباح الخير يا بيض ومساكن، صباح الخير يا بيض ومساكن، وهلجن بالجنان الهم مساكن، لو شح القرنفل والمساكين، يا بعرك جن يا طويلات الرقاب، ميلي علي يا ميلي ليلي ويم الزنار، النيلي يا نمنم خانم قلبي نار، خدش كهراب ويضوي ليلي ونمرضنا عشقا ديلي، يا نمنم خانم قلبي نار. يا ابو بادلة البيضة بالله قولوا له مباراة، يا ابو بادلة البيضة والله قولوا لمبارا، مكتوب على جابنا سورة عمة وتبارك، يا نمنم خانم قلبينا، ميلي علي يا ميلي ليلي ويم الزنار، النيلي يا نمنم خانم قلبينا. طبعا هاي الاغاني تتغنى بالافراح ان شاء الله. هي ما فيها لون الحزن، وكثير حلوه، وهي من التراث اكيد. يعني شفنا اليوم لونين مختلفين، نعم. التراث الفراتي واكيد الثقافه والتراث الارمني. يعني خلينا هيك نختم بشيء منك أزاد، شو بتحبي توجهي رساله لكل اللي هلا عم بيتابعك عن المهرجان اللي قمتوا فيه، شو ناويين تعملوا مشاريع؟ هلا مشاريعنا انه فرقتنا بدها تضل مستمره اكيد، وكل سنة بدنا نقدم شيء جديد طبعا تحت اللون الأرمني، طبعا الثقافة الأرمنية، وإن شاء الله دائما هيك بالتوفيق. وبدي أشكر كمان أستاذ إدريس مراد اللي دعمنا بمشاركتنا بمهرجان قوس قزح، بدي أشكر كل اللي ساعدوني لنجاح حفلتي مبارح، يعني فردا فردا، يعني ما بدي أقول أسامي، وبشكركم لكم كمان. شكرا شكرا لك، شكر موصول اكيد لكل يلي ساهم بانجاح هذا المهرجان المستمر، واللي نحن مستمرين ايضا برصد فعالياته. استاذ عبد الوهاب، شو بتحب تقول كلمه بالختام؟ اقول ان شاء الله الله ينصر الجيش بدير الزور، ونروح على الدير نسوي حفلات هناك ان شاء الله. ان شاء الله. واشكر ايضا اخي ادريس، انا كمان عم بروح وبجي معه، لانه بروح وبجي بيتعب ما شاء الله عليه، حتى يلم الطاقم تبع قوس قزح حتى يقدم شيء لهذا أكيد البلد. أكيد موفقين بكل خطوه، واشكركم انكم، شكر لكم. اهلا وسهلا فيك، نتشكركم. الاخباريه شكرا.